كيف يعني ما بدلتوا الشراشف؟ أستاذ أبو رامي، قصدي حضرة المدير، نحن بدلنا الشراشف أول ما استلمت الغرفة اليوم الصبح. وليش ما بدلتوهن هلأ كمان؟ بصراحة نحن نظامنا بالأوتيل أنه منبدل الشراشف مرة بالنهار وعادة الصبح. هذا مع الزباين العاديين مو معي. من يوم ورايح كل ما طلعت من الغرفة ورجعت بدي لاقي الشراشف مبدلة، حتى لو طلعت ربع ساعة. مفهوم؟ مفهوم. كوكب كوكب. الشراشف لحضرة المدير. خلص دوام اليوم. حاضر. أهلا وسهلا. مينو هاي؟ هاي كوكب، روم سيرفيس عنا بالأوتيل. متزوجة؟ لا ما أنا متزوجة. بتريد شي تاني حضرة المدير؟ ما أنا متزوجة. إيوة. ولو خالتي عمي بقالك خلاص اللي بدك يا بيصير. اي مبلا شلو ليكو ليكو قدام مني قدام مني جوز خالتي حضرة المدير العام. مبلا مبلا لك يسلم لي هالوش البشوش السمه على طول بتلاقي عم يضحك عم يضحك. امنتوا بالله بحب الحياة والدنيا كثير. اي مبلا وانا بحبه كمان. ماشي خالتي بحكيكي بعدين. يلا يلا الله معك. مع السلامة مع السلامة. تسلم عليك خالتي. شفيق بدي احكي معك كلمتين على الانفراد. قوم. حاضر. عن اذنك ابو نوره. تفضل. من جوز خالتي؟ بدي اتجوز كوكب. مين كوكب؟ شبهنا كوكب اللي بتشتغل عندك بالمنتجع. ولك تأخري براحتك، أنا شغلتي بس استناك. الله يخلي لي إياك يا عمتا. وين بدك آخذك هلا؟ إذا بدك فينا نطير على القمر. القمر؟ بحبك. الله فيك. بحبك. الله فيك. خذني على البيت عشان ما أتأخر على الأهل. زي الطيور بين الأغصان مدام حبيبي حواليا مدام حبيبي حواليا كل البلاد عندي أوطان.